حقيقة أمر بسيط، يعني الإنسان إذا نوى الخير وأراده وقام به يحصل على نتيجته. قضية بسيطة. ترى اللي يفكر أن الجنة غالية، الجنة رخيصة، النار غالية، الجنة جدا رخيصة. أن لا تقول إلا خيرا، أن لا تفعل إلا خيرا، وأن لا تفكر إلا في خير، أنت من أهل الجنة. أو إذا قالوا للجنة شقد بعيدة، قال خطوتين، الخطوة الأولى على أهوائك، الخطوة الثانية أنت بالجنة. جنة رخيصة، الناس يشترون النيران غاليا.